نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريبين من قريب او بعيد في خلق هذه الأمسية الرياضية لأول مرة تتنظم بالعالم القروي وفي الهواء الطلق. فإن شاء الله تنتمنى تكون دوز هذه التظاهرة في أجواء رياضية وفرجة طيبة للمدير الإقليمي للشباب بإقليم العرائش، كذلك بالنسبة للمدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كذلك بالعرائش، وكذلك بالنسبة لرئيس الجماعة الترابية وكذلك السلطات المحلية على رأسهم السيد القائد والدرك الملكي وكل جميع المكونات اللي ساهمت في هذا اليوم الرياضي. يكون في العلم جميع أن هذا اليوم الرياضي سبقوا في هذه الصبيحة تدريب جهوي مفتوح كان استفدوا منه مجموعة ديال التلاميذ وديال الأبطال ديال مدينة العوامرة. وبهذه المناسبة تنطلبوا من السيد رئيس الجمعية ديال العوامرة يتقدم من أجل تسلم هذه الشواهد.